حسني باشا، ازيك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ زي الفل. عندنا لعبه كده صغيره ممكن نلعبها مع بعض. يا ريت. عايزين نرجع بالزمن كده ونتقمص شخصيه حسني وهو عنده 7 سنين، ممكن؟ والله هو 7 سنين زي دلوقتي، بس نتقمص. لا لا، بس اكيد الطريقه اختلفت، اكيد الدماغ فيها حاجات اختلفت. مش بتكلم خالص قوي مع اصحابي. ايوه، عايز الشقاوه دي. العيله كانوا بيتعاملوا معايا ان انا ابو الهول، مع اصحابي كانوا بيتعاملوا معايا ان انا شطان. بالظبط. طب ممكن نرجع لحسني وهو صغير؟ بس انا كبير بقى وبتعامل مع حسني وهو صغير. اسمك ايه يا حبيبي؟ حسني شتي. ازيك يا حسني، اخبارك؟ الحمد لله يا عم، الحمد لله. حسني، انت بتحب تلعب مع بابا اكتر ولا مع ماما؟ بحب العب في الشارع. بتحب تلعب في الشارع؟ بتلعب ايه في الشارع؟ كوره. و بحب العب كوره. بتلعب بلي يا حسني؟ انا بلعب بلي. طبعا صح. بلعب بلي. وبتخسر على طول؟ لا بكسب طبعا. بتحب تروح المدرسه؟ لا مش بحب. ليه؟ طبعا بحب. بتحب تروح المدرسه؟ خالص. بعمل نفسي نايم عشان ما اروحش المدرسه خالص. خالص. اه. طب يعني انت مش بتتشقى مع اصحابك في المدرسه وبتاكلوا سندوتشات صحابكم؟ لا خالص، بس بعرف مين اللي معاه السندوتشات ونخطفها منه. طيب. وارجعها له تاني بعد ما اكلها. بعد ما تاكلها بترجعها له. طيب يا حسني، عايز اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. فضل. بتشرب اللبن؟ ما بحبهوش. ليه؟ ماما مش بتزعقلك انك بتشرب اللبن؟ بتزعقلي ماما. طب وانت بتعمل ايه؟ ماما بتزعقلي عشان ما بشربش اللبن. ليه يا حسني؟ طب ما انت المفروض تسمع كلام ماما وتبقى ولد شطوره كده وتشرب مش اللبن. مش بحب اللبن، بحب الكاكاو. طب ليه مش بتقول لماما تعمل لك كاكاو؟ هقول لها حاضر. حسني انت زعلت؟ انا مش زعلان، انا عايز العب. طب عايزك تقول لماما حاجه في الكاميرا كده. بحبك جدا يا ماما، مش عايز اشرب لبن تاني ارجوكي. كل سنة وانتي طيبة. واحنا من هنا بنناشد مامة حسني ما تشربيهوش لبن تاني. مش بحب اللبن. متزعلش يا حسني، هات كاكاو هنا يا ابني. حبيبي حسني، شكرا جدا. ميرسي يا حبيبي. حبيبي يعني. مالك، ازاي؟ ازيك انت؟ عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. سؤال جد في الأول؟ يلا بينا. ايه رأيك في المهرجان وأجواء المهرجان وإيه المختلف في المهرجان السنة دي عن أي سنة فاتت؟ طيب أكون كدبة لو قلت لك إيه المختلف عن كل سنة، لأن أنا كنت بحضر آخري أوبننج كلوزنج، دي أول مرة أجي أيام في النص، فالسؤال ده مش ليا. إما بقى السؤال التاني اللي هو إيه رأيك في المهرجان؟ أنا بشوف المهرجان حاجة حلوة لأنه بيبقى أفلام مش كوميرشال، بتبقى حاجات أكتر إندبندنت أو حاجات فيها فن، فيها ده الحلو بقى. انا بحب الافلام اللي ايه اللي فيها كده فن بصراحه، وبرده حلوه عشان بتقابل الناس اللي ليها علاقه بالمجال، فده بيساعدك برده ان انت تقابل الناس الشبيهه ليك في شغلك. طيب تمام. سؤال تقمص وخيال شويه كده. صحيت لقيت نفسك، او صحيتي لقيتي نفسك فاكهه، تحبي تكوني فاكهه ايه؟ مانجا على طول. لا اقول لك حاجه. توت. توت ليه؟ لانه ميزز في كده. وفي نفس الوقت كيوت وصغنن. طب انت وانا طلعت توته اصلا وانا صغيره، فانا توت. طب انت كتوته كيوته تحبي ترتبطي بفاكهه ايه؟ احب ارتبط بايه؟ مانجا بقى. او خلاص يبقى توت ومانجا. مش شايفه ان الكوكتيل هيبقى صعب شويه؟ ليه؟ مش نبقى على بعض، لازم مختلفين. هو المانجا يعني شوجري والتوت ميزز، فحاجه كده ايه، حاجه حرشه كده. طيب هنتقمص شخصيه ملك وهي عندها 7 سنين. اوكي. ممكن احاول نرجع بالزمن كده. حاولي. بصي ناخد نفس عميق ونرجع 7 سنين. ازيك يا شاطره؟ ازيك انت؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت اسمك ايه؟ انت ملك انت. لا قولي لي انت اسمك. مالكش دعوه. عشان خاطر لا هطلعك في التلفزيون. نو. والنبي نو. اسمك ايه؟ انت ملك اهلك. لا لا كملي كده قله ادب في الاهرام. لا كملي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي ملك. ملك، انت بتحبي تلعبي مع بابا اكتر ولا مع ماما؟ مامتي. ماما؟ بتلعبي مع ماما ايه؟ بلعب معاها كوتشينة، بلعب معاها السلم والتعبان. بجد؟ طيب ملك بتحبي المدرسة؟ شكلك مش بتحبي المدرسة. مش بحبها خالص؟ خالص. في بنت بتضايقك في المدرسة؟ لا محدش يقدر. انت اللي بتضايقيهم كلهم؟ لا مش بضايق حد، بس انا ما بحبش حد يضايقني، فانا مش بعمل شقاوات. طيب ملك بحب قوي اعمل حاجات بالالوانات، يعني بحب مثلا ارسم حاجات والونها. والونها؟ انت عسوله خالص يا ملك. ملك ملك نفسك تطلعي ايه؟ وما تقوليليش ظابط. لا
نفسي اطلع رسامه، نفسي اطلع رقاصه، بس مش رقاصه كده، مش انه مش باليه باليه باليه، لا هيب هوب. انا هيب هوب. طيب تمام، نرجع بقى لاصلنا تاني. عندنا امثال عندنا امثال تمام، وبعديها اغاني بنكملها تمام. المثل بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، او ايه بقى بدله؟ ليك عند الكلب حاجه قوله يا سيدي. اللي اتكسف من بنت عمه؟ لا ما اعرفوش ده. ما تعرفيهوش؟ لا لا انا مش. مكتوب على ورق الحلاوه؟ لا لا ايه ده برضو؟ ما محبه الا بعد عداوه. ماشي. اه والله انا عارفه دي، بس مش عارفه الجزء الاولاني بتاع الحلاوه. القرد في عين امه غزال. الساحه تدحم بوه. ادي الواد يطلع الواد لابوه. ادي الواد لابوه. يا عيني الواد بيعيط. مش عارفه. طيب انت جاي تكسفني؟ لا خالص ما اقدرش. ايه الاسى توك ده؟ ايه المشي ثاني. ايه الاسى توك ده؟ ايه اللي المشي لق ده صح؟ اه. ايه ورد الجناين ده؟ لا انا عارفه. كلمني ترتر فهمني ترتر كلمني كلم كلم فهمني وبعدين ايوه خلاص. ايه يا راجل انت اللي عارفاه ولا مش عارفاه؟ لا انا عارفه. ايه يا مايكل جاكسون ده؟ ايه عيب عليك السن ده يطلع منك كل ده. طيب بص لخبطي الورق كده، هتطلعي اتنين ممثلين كوميديانات، هتقولي اكتر افيه بيعجبك للممثل ده بادائه. صعب ولا ايه؟ صعب قوي. طب ما تحاولي بس بقى. انت هماتي مجنون كريم بن ادم. اصل اقول لك حاجه، هطلع دمي تقيل. لا خالص هطلع دمي تقيل قوي بيتهيألي. لا طب قول لي انت، قول لي قول لي انت اكتر حاجه. انا بحب بتاع ايه هقول لك؟ بحب اللي هو ايه، اعمل انت اللي في حميت كي جي تور بنت الصغيره، وانا هعمل اللي هو ما تقول لي. لا انت قول وانا اقول ما تقوليش يا اموره. مش هنعمل ده؟ ماشي نعمله سوا يعني. ايوه يلا نعمله. خد يا اموره. ما تقوليش يا اموره. طب تعالي يا شاطره. ما تقوليش يا شاطره. انت يا ماما. ما تقوليش يا ماما. اتجري يا بنت. ايوه كده. طب ممكن واحد تاني؟ ماشي. ها؟ ده انا البيان التالي هو بنت. لا طب ما نعمل يوم ورا يوم حبيبي. دي لذيذة. ماشي. ماشي يلا. انا اقول انا بموتة وانت محي الشرقاوي؟ ولا انت يا بموتة؟ مش فارقة يعني. براحتك. اللي انت عايز. ها؟ انا هنيدي. انت هنيدي. ابو موتة 20 جريمة قتل، 15 عمليه سطو مسلح. لا انت فاكرني في السكريبت؟ امال انا فاكره في الاغنيه. طيب يوم ورا. لا انت اللي هتقولي بقى. يوم لا 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 قول كلمه السر. يوم ورا يوم حبيبي مجالي نوم حبيبي لا لا انت فظيع. يلا مش قادر والله هضحك كده. يلا من الاول تاني. طب استنى قول كلمه السر يا وحش. يوم ورا يوم حبيبي مجالي نوم حبيبي حبيبي انا عمري ما كنت بقى. لا مش هغني. انت جاي بقى النهارده تخليني اغني وارقص؟ طب ايه المشكله؟ على ده تي في ده ولا ايه النظام؟ لا ده انا بتصور يا بابا. طب ايه المشكله؟ هنرقص بقى كده. ما نرقص احنا ورانا ايه؟ احنا جايين هنا نرقص. لا اصل انا لما برقص ايه ما بتندمجي. بندمج قوي. طيب خلاص عندنا كلمات هنقول زيها. ممكن تقولي خعيخه؟ ايه خعيخه؟ خعيخ خعيخه. عبواموي. عبواموي ايه؟ عبواموي. 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 لا ايه اقلب اقلب. ماشي اللي بعد. اللي بعده انقح. ماشي. ما تستشيخ لناش. ما تستشيخ لناش. ايه ده؟ لا عيب بقى. تلات تلتشرتين تلتشر. تلات تلتشر. انسى انا عندي بخارج الالفاظ اصلا بعافيه عشان بسيطه بس ما تستبسطهاش. بسيطه بس ما تستبسطهاش. شاطره خالص قوي. شفتي احنا طيبين ازاي؟ لا انت شرير قوي. لا والله خالص خليتني اعمل كل حاجات انا بكسف اعملها اون ذا سبوت. بس يعني انا عملت حاجه. عملت المعجزات. طب الحمد لله عملت المعجزات. ده زغره زغره. في فرح ورا. طب يلا خشي بزغره ورا على طول. انا ما بعرفش زغره. في فرح ورا. يلا حالا. يلا شكرا جدا. ميرسي ليك قوي قوي قوي. ثانك يو.